لمناظرينا ورفاقنا وزملائنا في الاتحاد المغربي للشوط، الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة الذي نعتبر وإياه حلفاء موضوعيين في درب النظام، في درب الصمود، في درب الدفاعين والكادحين بهذا الوطن العزيز. إليكم كلمة الجمعية الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للطبقة العاملة. أيتها العاملات، أيها العمال، أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، ككل سنة وانسجاما مع مبادئها تخلد الجمعية الوطنية إلى جانب الطبقة العاملة عيدها الأممي باعتبار نضالاتها جزء لا يتجزأ من نضالات الطبقة العاملة وعموم المأجورين والمأجورات في سياق دولي يتسم باستمرار الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي وهجوم الإمبريالية العالمية على حقوق ومكتسبات العاملات والعمال وعلى جزئياتها وأزالتها والتسريحات الجماعية للعمال وتدمير الخدمات الاجتماعية. ومن أجل التنفيس عن أزمتها لجأت هذه الأخيرة إلى شن مجموعة من الحروب اللصوصية وتدخلها المباشر والغير المباشر في الشؤون الداخلية للدول تحت يافطة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم الاستيطان للكيان الصهيوني والتدخل في صراع النفوذ بمنطقة الشرق الأوسط لإعادة ترتيب وحماية مصالح جيوستراتيجية بدعم مكشوف من طرف دول البترودولار وحلفائها الرجعيين عبر تسعير النعرات الطائفية وتنمية النزاعات العشائرية والمذهبية والحروب الأهلية، مما أدى إلى تفكك وتمزق بعض دول المنطقة كنتيجة حتمية لانتشار الحركات الظلامية وخوضها حروب بالوكالة. أما على المستوى الوطني فإن النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي القائم بالبلاد يواصل شن حروبه الطبقية ضد الجماهير الشعبية عبر وفرض اختياراته التصفوية بالمقابل استمرار جلوة النضال الجماهيري من أجل فرض الديمقراطية. موت اشتياقا نموت احتراقا ونبحا نموت وشنقا نموت ولكننا الديمقراطية في شموليتها وإحقاق الحرية والعيش الكريم الذي تجسده الملاحم البطولية لمختلف الفئات الجماهيرية المنتفضة ضد السياسات لا ديمقراطية ولا شعبية للنظام القائم، والتي جبهت في مجملها بالقمع والمنع والاعتقال الريف جرادة بوعرفة زاكورة بوزاكارن تيزنيت وطات الحاج إلى آخره. وحاكمات سوريا لإقبال قاضية، وحاكمات سوريا لإقبال قاضية، وحاكمات سوريا لإقبال قاضية، وحاكمات سوريا وحاكمات سوريا لإقبال قاضية. المحاكمات سوريا والاعتقالات التي تطال مناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المريض بجميع المواقع الصامدة بهدف كبح النضال جماع النضال الجماهيري العام وتشبيه في منابع الصمود والمقاومة. عموم الجماهير الشعبية إنما نعانيه من إقصاء وتهميش وحالة الطوارئ المعلنة بالريف وشراطة وكافة المناطق التي تعرف غليانا جماهيريا نتيجة لاستمرار التحالف الطبقي المسيطر في سياساته الممنهجة وفرض اختياراته التصفوية انطلاقا من تمرير إصلاحات سياسية مغشوشة على رأس الدستور، على رأسها الدستور الممنوح المكرس لمزيد من
الانفراد بالسلطة والحكم وإخراج حكومة سورية متعددة الأطراف كسابقتها فشلت في أول اختبار لها وكرست سياسة إفلات من العقاب وتطبيعها مع الفساد والاستبداد وفشلها في إخراج البلاد من الأزمة المركبة التي تعيشها بعد إقرار الخطاب الرسمي بفشل النموذج التنموي بالإضافة إلى تعطيل الحوار الاجتماعي والتراجع عن تنفيذ بنود اتفاقية 26 أبريل 2011 على علته مع المركزيات النقابية والتنصل المفضوع في إدماج المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية عبر سن ترسانة من القوانين خدمة للوب الفساد والاستبداد، ناهيك عن الإجهاز عن حقوق المأجورين والمأجورات وعموم الجماهير الشعب المغربي الكادر. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، أيتها العاملات، أيها العمال، إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية وهو يستحضر هذه الأوضاع المقلقة ويتابع عن كثب الأزمة الاجتماعية واتساع دائرة الفقر والبطالة لفئات عريضة من الشعب المغربي جرى الجمعية الوطنية، ستبقى مناضلة من أجل الحق في الشغل والتنظيم بالرغم من الإمكانيات المحدودة بقناعات مناضلاتها ومناضليها. إننا في الجمعية الوطنية ندرك تمام الإدراك أننا لا نواجه قدرا محتوما بالسياسات واعية ومنهجة، لذا فإننا نثمن عاليا العمل الوحدوي للنضال ضد المخططات الطبقية إلى جانب حلفائنا الموضوعيين. إدراك أننا لا نواجه قدرا محتوما بالسياسات واعية ومنهجة، لذا فإننا نثمن عاليا العمل الوحدوي للنضال ضد المخططات الطبقية إلى جانب حلفائنا الموضوعيين. وفي الأخير، فإن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية يعلن تضامنه اللامشروط مع الطبقة العاملة المغربية والأممية ويعلن معارضته لكافة المخططات والتدابير التي يسعى النظام ومؤسساته الرجعية إلى فرضها، ويؤكد أن الحل الكفيل بإخراج البلاد من دوامة أزمات متتالية لن يتأتى إلا باختيارات ديمقراطية وشعبية مدخلها الأساسي إقرار دستور شعبي ديمقراطي واعتماد سياسات وطنية تخدم مصالح الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية الكادحة. عمال فلاحين وطلبة تقسمنا وتدينا، عمال فلاحين وطلبة تقسمنا وتدينا. يكون تحية النضال والصمود، تحية الثبات على المبدأ، ونؤكد زي الموقع للحسيمة، زي الإقليم للحسيمة للجان ضمن منطقة نعرف الشامخ عرف ونت النجام القطعة كذلك من هذا الوطن، على أنه سنظل صامدين مستمرين إلى جانب حلفائنا الديمقراطيين في درب النضال والصمود من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. رغم القمر رغم السجان لازلنا صامدان جماهير مناضلة، ورغم القمر رغم السجان صامدان جماهير مناضلة، ورغم القمر رغم السجان صامدان جماهير مناضلة. مين تعيش كارث الحسيمة غير مقبول، غير مرفوض وغير مقبول. يا ولدي الأممين، أسمي مسؤولي النظام الحاكم بالبلاد على أنكم
غيبريد غياري. السياسة اتعتقد بأنه ستجدي نغتوش النتائج صحيحة إيجابية بالنسبة للحسابات تكم شنين تعتبر أيضا أنه غاسر نتائج عكسية ونتائج سلبية. أنه يعرفنا والوطننا غنشي اللي خصها يتبذل غنشي اللي خصها يدافع على مزيانو. أما الاتهامات المجانية السياسات الفاشلة فلن تجدي نفعا مع إرادتي وصمود هذا الشعب العظيم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا والله مشروط مع كافة المعتقلين السياسيين بكل هذا الوطن وخاصة المعتقلين الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الحسيمة ونطالب بالإفراج الفوري والسريع بدون قيد أو شرط على كل هؤلاء وإرجاعهم إلى أسرهم وإلى ذويهم وكما ندين كذلك كل أشكال وأساليب الحصار البوليسي والإنزالات البوليسية الغير مسبوقة في الحسيمة ونطالب بالكف عن مضايقات بارك البوليس سيدنا في المطار وبارك البوليس سيدنا في المطار وبارك البوليس سيدنا في المطار وبارك البوليس رفاقي الكاتب العام المحلي الاتحاد المحلي لنقابة الحسيمة وكل قطاعات النقابية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل موعدنا يتجدد على درب النظام على درب المعتقلين والشهداء وتحية نضالية. سلامتي سلامتي إلى ما نريد وطن حر وشعب سعيد. سلامتي